ماجي 16/6 قصف القرية بالبراميل والفجر والقنابل الفراغية أدى إلى سقوط عدد من القتلى وعدد كبير من الجرحى. عائلة كاملة تحت الأنقاض. ناجي تاريخ 6 شهور الغربي 19/6/2013 استهداف كامل للمدنيين. لا يوجد اي عناصر من الجيش الحر ليتم قصفها. منازل ومحلات تجارية تم استهدافها بالصواريخ والبراميل المتفجرة. محمد عيسى وابن عمار. سلام. والله هي في ما بعرف اذا في شهداء، يمكن يكون في شهداء لانه طلعنا جرحى كثير. ايه قلب الضيعة. تعال تعال. ايه الحمد لله الحمد لله. ما في وين عم يشيلون الدم. يا اخي اشهر بس بدي اخر اشهر اهالي سكان مواطنين. ما في جبهة نصرة هون؟ عصابات إرهابية؟ محل ما قلت فيه. يا أبو عبدو ليش هالدمار هذا؟
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دمر البيوت دمر جبلنا طياراته طيران كلها الله خرب بيته الله خرب بيته خرب بيت فرنجي الله خرب بيته خرب بيت سوريا كلها الله بيوت مثل ما هي عم تنزيلها فوق راس صحابها الله اكبر عليك الله اكبر عليك الله اكبر عليك بس ما تفكر نسيانينا جايينك باذن الله باذن الله معنا الله هاي باذن الله بتروح على روسيا من الحقاق على روسيا يا خنزير يا كلب باذن الله ربط بال ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دمار كبير نتيجة القصف استهداف واضح للمدنيين جميعها محلات تجارية ومنازل مدنيين عزل حاولت نزوح الآن لهذه من القرية هربا من القصف بعيد 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 من عندك بعيد من عندك بعيد من عندك خلص خلص حتى قصفونا بالطيران ما في لا جيش حر ولا في اي مسلح هون بالمنطقه مطلقا بس القصف تناول المدنيين وليش هالبنايات كيف تهدمت الا اولاد واطفال واخوان هذول عم يقتلوا اشياء وهذول عم يقاتلوا الدمار الهائل اللي يصير جوا القذف ناجي 16/6/2013 تشتل القصف مين وقتها ومين هدنا ما نتخذ منازل المدنيين لا وجود اي مسلحين او من الجيش الحر تم القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية كلها محلات تجارية لبيع الخضروات أين العصابات المسلحة والجيش الحر ليتم قصفهم قنابل الفراغي من الطيران الراحل منازل المدنيين منازل المدنيين تم قصفها الله اكبر وقوع عدد كبير من الإصابات ومن الشهداء نتيجة القصف
الناجين تحت الانقاض. أنا عناصر الجيش لحقته ليتفقدوا وجود مدنيين تحت الانقاض. لانه الشباب بعده معكم في خفاف فوق بينزل من فوق. بعد 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 من عندك بعد من عندك بعد من عندك. خلاص 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 خلاص.